ولكل المهتمين بأسعار العملات والذهب معنا آخر تحديث ليهم. هنبدأ دايما بأسعار العملات والدولار الأمريكي اللي سجل شراء 15.64 جنيه، قرش البيع سجل 15.74 جنيه، اليورو وصل ل 18.05 جنيه والبيع 18.39 جنيه، الجنيه الاسترليني 21.39 جنيه قرش الشراء والبيع 21.72 جنيه، قرش الريال السعودي شراءه ب 4.18 جنيه وبيع 4.19 جنيه، الدينار الكويتي ب 49.39 جنيه قرش الشراء والبيع 52.19 جنيه قرش. كمان معانا اخر اسعار الذهب وبدايه من العيار، عيار 18 سجل 669 جنيه، عيار 21 وصل ل 780 جنيه، وسجل عيار 24 891 جنيه. وزي ما حضراتكم شايفين كده الجنيه الذهب علشان نقتنيه محتاجين نبقى معانا 6240 جنيه.